الرمل القياسي بالنسبة لاختبار المخروط الرملي بيتعمل على أي منخل؟ على منخل 16 ومنخل 30 ولا منخل 20 ومنخل 30؟ وإيه هي الخصائص المفروض تتوفر في الرمل القياسي علشان نضمن إن نتائج اختبار الساند كون تكون صحيحة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعرف مع بعض خصائص الرمل القياسي اللي بيستخدم في اختبار الساند كون، لان ناس كتير بيختلفوا في الرمل القياسي يا ترى بيتعمل على منخل 16 ومنخل 30 ولا منخل 20 ومنخل 30. طبعا في الاي اس تي ام دي 1156 اللي هي الخاصه باختبار الساند كون اتكلموا بالتفصيل عن خصائص الرمل القياسي المستخدم في الاختبار ده، وهسيب لكم نص الكلام بتاع الـ ASTM في أول تعليق وفي وصف الفيديو، تقدروا تشوفوا الكلام ده وتقروه علشان تعرفوا المعلومات اللي أنا بتكلم فيها بشكل مفصل. أول حاجة، الرمل القياسي المفروض إن هو يكون نظيف، يعني خالي من أي مواد اللي هي زي المخلفات أو المواد الناعمة، المفروض إن هو يكون دراي، إن هو يكون جاف. بعد كده المفروض ان هو يكون يونيفورم، يكون في تجانس في اللي هو في الدنست بتاعته، في الكثافه وفي الجريدنج اللي هو التدرج بتاعه، لان طبعا التدرج بتاعي لو غير متجانس هاجي اعمل كثافه للرمل ده هتكون مختلفه عن التدرج الثاني، فانا المفروض يكون عندي تجانس في التدرج وفي الكثافه. علشان كده الاي اس تي ام قالوا ان اي تدرج بالنسبه للرمل القياسي هيكون الـ coefficient of uniformity اللي هو معامل التجانس بتاع الرمل هيحقق 2، يبقى كده الرمل ده أو التدرج ده مقبول بالنسبة للرمل القياسي. حددوا المناخل بتاع الرمل القياسي اللي أنا بشتغل عليها، فحطوا منخل في الأعلى اللي هو أكبر حجم، وحطوا منخل في الأسفل. قالوا إن المنخل اللي هيمر منه الرمل القياسي المفروض يكون منخل أصغر من منخل رقم 10 اللي هو مقاس فتحاته 2 مللي. يعني اكبر حجم لحبيبات الرمل بتاع الرمل القياسي المفروض ان هي تكون اقل من 2 مللي، وقالوا ان المفروض الرمل ده ما يعديش من المنخل اللي قطر فتحاته 250 مايكرون اللي هو منخل رقم 60. يعني انا لو استخدمت اي منخل اكبر من منخل رقم 60 وخدت المحجوز عليه فقط واتاكدت ان ما عادش بيمر منه اي مواد، يبقى انا كده تمام. يعني انا ممكن اخد منخل رقم 12 اشتغل عليه اللي هو هيمر منه، واخد منخل رقم 20 او منخل رقم 30 اللي هي المناخل اللي اكبر من منخل 60، فانا كده مش مقيد. اهم حاجه ان انا يكون عندي تجانس في التدرج بتاعي، وبالتالي علشان يديني كثافه. بعد كده قال في الاي اس تي ام ان اليونيفورملي جريدد ساند از نيدد، اللي هو الرمل اللي فيه تجانس مطلوب علشان ما يحصلش سيجريجيشن اللي هو انفصال حبيبي اثناء نزول او سقوط الرمل من المخروط في الحفره، فممكن يحصل سيجريجيشن، فبالتالي هتكون الكثافه مش واحده على مستوى العمق بتاع الحفره. بعد كده قال ان هو الفري ساند اوف فاينز اند فاين ساند is required، قال لي ان الرمل اللي هو خالي من المواد الناعمه او من الرمل الناعم مطلوب علشان ما يحصلش تغير في الكثافه بشكل كبير نتيجه الهيوميديتي اللي هي الرطوبه اللي موجوده في الجو، لان المواد الناعمه هتمتص الرطوبه اللي موجوده في الجو ده، وبالتالي هيحصل ان الرمل ده هيبقى رطب فالكثافه بتاعته هتتغير. قبل ما استخدم الرمل المفروض ان انا اكون مجففه او موصله لحاله الاير دراينج اللي هي يكون جاف بشكل كويس جدا علشان يوفر لي اللي هو الفري فلو، يبقى بيتدفق بشكل حر وبالتالي يملا الحفره بشكل صحيح. بعد كده المفروض ان الرمل ده وانا بجهزه من رمل طبيعي اللي هو ناتشرال ساند، لان الرمل الطبيعي هيكون اللي هو الحبيبات بتاعته صب راوندد او راوندد اللي هي مستديره او شبه مستديره، فبالتالي هيكون التدفق بتاعه ونزوله حر، بخلاف اللي هو الكراشد ساند. لو انا عملت منه هيكون الكراشد ساند ده الحبيبات بتاعته حاده، وبالتالي التدفق بتاعه مش هيكون بيحصل بشكل صحيح. دي كل مواصفات الرمل القياسي، واهم نقطه اللي هي المناخل اللي اتكلمنا عنها، ان المنخل الاكبر اللي هو هيعدي منه الرمل القياسي يكون منخل اصغر من منخل رقم 10، والمنخل اللي هيتحجز عليه يكون منخل
اكبر من منخل 250 ميكرون اللي هو منخل رقم 60، واهم حاجه ان نسبه المار من المنخل ده ما تكونش ازيد من 3% من وزن الرمل اللي موجود معايا. لحد كده انا وصلت لنهايه الفيديو وقلت كل اللي عندي. يا رب المعلومات اللي فيه تعجبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واكبر دعم فعلا بتقدموه للقناه هو اشتراككم في القناه والكومنتات علشان تعلوا الريت بتاع القناه وتظهر للناس اللي مهتمين بالمجال. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.